اكشلي النهارده we're celebrating the anniversary بتاع Expert Studio. Happy birthday. وان شاء الله يكون مكان من افضل الاماكن الموجوده. وانا سعيد ان كنت واحد من الناس اللي موجودين في المكان ده. ما شاء الله في توسع هو. الفكره دي ما كانتش هتتحول من فكره على الورق لواقع ملموس غير من خلال اكسبرت ستوديو. مش بس حققوا البلانز. انا شايف ان في نجاح حاصل لاكسبرت ستوديوز. ان شاء الله اكسبرت ستوديوز تبقى اكبر ستوديوز في مصر. اكسبرت ستوديوز كل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله كده يكبر الاكسبرت ستوديو ويبقى يعني اكبر ستوديو للفنون في مصر كلها. عجبني فيه قوي التيم ورك اللي فيه، عجبني فيه الباشن، الناس كلها حابه الموضوع والناس كلها اكسبرت فيه ومركزه جدا فيه. ايام ظريفه جدا قضيتها في الكورس ده فعلا، وتعرفت على ناس تجنن، خالد، ميرفت، فايز، مها. بحيي اكسبرت ستوديو على وجودها عامه، وبحيي محمد سعد حد هارد وركر قوي وحد يستاهل النجاح. فكر حلو قوي وعندهم بلان ماشيين عليها كويس وستيك ليها وبيحققوها. اكسبيرينس حلوه قوي، تعرفت على ناس لذيذه جدا ولسه ستيل كيبينج تاتش حتى لو الكورس خلص. مش كل فعلا السينما هم اللي عندهم فن، بس هم اللي عندهم الميزه الكويسه في اكسبيرت ستوديو ان الناس اللي بتدرس لنا بتبقى جايه من سوق العمل نفسه. قدمت بعض المحاضرات الخاصه بالنسبه للغه السينما والنقد الفني، فهمني حاجات كتيره قوي انا ما كنتش فاهمها قبل كده، كنت بسمعها بس. ما شاء الله عليه، يعني هو ساعد ناس كتير وعمل حاجات حلوه كتير. بقالك سنه بس وعملت كل ده ما شاء الله، فانت تخيل ان شاء الله نفسك بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه ان شاء الله تبقى احسن من كده بكتير جدا. ناس رائعه جدا، وظائفهم مختلفه وهوايتهم مشتركه. اتمنى كمان ان الناس كلها اللي عايزه تعمل فن نظيف وفن هادف كلهم يتكاتفوا ويعملوا حاجه كويسه، والمكان ده يكون زي بذره خير ان احنا كلنا نقدم فن هادف. هو مش مشروع او بيزنس وبس، انت بتساعد ناس كتير ان هم يحققوا احلامهم وطموحاتهم. استوديو جمع بين فنون كتيره جدا، تمثيل، اخراج، مونتاج، سيناريو، غنى. فكره جميله جدا وهادفه جدا، ويا رب تستمر وتكبر وتنجح اكتر من النجاح اللي محققه النهارده في الانيفرسري بتاعهم. هي عارفه تبقى بلوكت وانت بتحاول تجيب اي حاجه. هو لازم مايك، صح؟ بس المايك مش اون. اسمي محمد، نسيت اسمي، محمد. اقدر اقول ان انا زملكاوي وبحب الزمالك جدا، ولسه جاي جون الاهلي وانا بكره الاهلي جدا. اديني حاجه. ما عنديش حاجه. انت قول لي يا قول لي. ثروت فكري مخرج. لا عيد عشان انا ثروت ارمان. هو انا لازم اقعد في المكان ده؟ معلش منظري وحش، مش حلو قوي يعني، بس يلا مش مشكله. مفيش حاجه اسمها ان فريق فوق الجميع، مفيش حد فوق الجميع اصلا في العالم. اتمنى مزيد من النجاح لاكسبا ستوديوز، وكل سنه وانتم طيبين.